السلام عليكم اخ وسام، كيف الاحوال؟ نتمنى يكون كل شيء مزيان الحمد لله. بغيت نشكرك على الدوره، على مجهوداتك وعلى كميه المعلومات اللي وضعتيها لنا في الدوره. انا لحد الان كنت اشتركت في 3 دورات مدفوعين ولكن ما توفقتش فيهم، ومن بعد ما خديت الدوره ديالك في 20 شهر 1 الحمد لله تطور ملحوظ، المنطق في كل شيء، لا دعوم ولا مقاومات ولا كما تقول التخربيق، ما كاينش شي حاجة اللي هي استراتيجيات اللي هي واضحة في سوق الفوركس، في الأسهم، في ليزانديس، في الكريبتو، في كل شيء. إما طبقت الكورس إما كتلقى ليه الحلول، والحمد لله وليت دابا كندخل المارشي، كنرسم الطريق ديالي للتراند أنه كيتبعوه بحال لا قول سبحان الله العظيم، داكشي ما نعاودش ليك انك كترسم الطريق للترند ديالك باهداف واضحه. مازال عندي مشكل شي شويه في وضع فوق في الخساره وسميتو، ولكن ماشي مشكل، داكشي غادي نعوضه ان شاء الله. المهم على المعلومات الدوره، راه تبارك الله ما شاء الله كميه المعلومات، انا عاودت الفيديوهات اكثر من الاف المرات، الاف يوميا يوميا كنعاود الفيديوهات. تبعت داكشي اللي قلتي ليا ان من بعد الشهر الاولاني ان شاء الله ما تقول لي حاجه حتى تاخذ المعلومات الكافيه، وداك الشيء اللي كاين شي حوايج ما كنت فاهمهم مع الإعادة ديال الفيديوهات فهمتهم، وشي حوايج ما كنتش كرد ليهم البال في الدورة. ومن بعد الحمد لله الإعادة، ومن بعد الكونسنتراسيون اللي كتكونسنترا مع الدرس، الحمد لله ما شاء الله كمية المعلومات هائلة جدا. ان بعض الإخوان حققوا أرباح جيدة كنشاهدهم في الدورة، والحمد لله انا غادي في الطريق الصحيح معاهم ان شاء الله باذن الله. مشكور اخي وسام، اشكرك كثيرا على مجهوداتك وشكرا لك. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم، قناة العلم يعفو الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين يوميا كما تعودنا، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو الرابط، تضغطون عليه من صندوق الوصف. لا تأخذوا هذا الاسم ولا الصورة لأن مقلدين هناك نصابين، يعني يستغلون شخصي وصورتي للنصب عليكم. انتبهوا من هذا الأمر، تضغطون على الروابط من صندوق الوصف لفيديوهات قناة العلم يعرف الكذب في اليوتيوب. إذا هذا الفيديو تضغط على هذا الرابط مباشرة من صندوق الوصف، تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نضع بها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا أرباح، يعني الإخوة يحققون، الأخ يحقق 489 دولار 77%، هذا الأخ يرسل لي صفقة لايف، هذا الأخ كذلك يحقق 527%، يعني أرباح قوية إخوتي الكرام كما تلاحظون، أرباح قوية، وهذا انطلاقا من تطبيقه لما هو موجود بالدورة، للأسرار الموجودة بالدورة. كذلك في هذه القناة المجانية نضع آخر عروضنا، وهذا هو آخر عرض، الحصول على هذا العرض الذي سميناه عرض بوم، تحصل فيه على دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن فقط ب 197 دولار، ثم نعطيك مجانا شهرين اشتراك في مجموعتي نقاشات فوركس وعملات، ومجموعة تحليل يومي في اي بي. هذه العملات الهدف منها هو المتابعة معك يوميا ومساعدتك على الاحتراف. كذلك إذا كانت لديك أسئلة، هناك خيرة المتداولين في مجموعتي النقاشات يجاوبونك على أسئلتك ويساعدونك حتى على تحليلاتك ويتبادلون معك الصفقات. تعرفون نحن ننتمي إلى مدرسة المنطق ونريد أن نطور هذه المدرسة معكم وبكم، فبالتالي من أراد الاشتراك في هذا العرض واستغل هذا العرض القوي، الرابط أسفل في التعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاص وأنا الذي أجاوبك، وبعدها تبدأ دوراتك التدريبية. لا تنسوا كذلك إخوتي الكرام أن تشتركوا في قناة العلم في الكذب مباشر، وصلنا إلى 3430 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 للبدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. للاشتراك الرابط أسفل في التعليقات أول أو ثاني رابط عفوا. تحذير، التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تنتمي عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك أن تقارب أو عفوا أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. ماذا لدينا في البيتكوين؟ أو ماذا قلنا أمس في البيتكوين؟ قلنا أنه هذا النطاق، الآن تم كسر هذا النطاق. قلنا إذا كان هذا رانين فلات، إذا كان هذا رانين فلات، ف
سيكسر القاع، نريد أن نرى تصحيحا للنزول، لكن هذا التصحيح كبير، بالتالي ربما يكون هناك تلاعب في هذه المناطق، مثل هذا التلاعب ومثل هذا التلاعب، لأننا في نطاق يجب الحذر، وليست هناك، لا أرى قوة في كسر النطاق، أريد أن أرى قوة في كسر النطاق، هذه ليست قوة في كسر النطاق. إذا قد يكون هذا، لاحظوا إذا وضعنا تريند لاين، قد يكون هذا قد يعود يعطيك اكسباندين، يتلاعبون بك ثم ينزل السعر، وهذا قلنا أمس، قلنا حتى أنه ممكن هذا يصعد يعطيك تلاعب وينزل، لازلنا لم نحصل على ذلك التلاعب، لا نريد تلاعبا نحو الأسفل، نريد تلاعبا من نحو الأعلى لكي نبحث عن النزول. إذا إما البيتكوين يعطينا تصحيحا مكتمل هنا ثم يعود ويكسر، لأن هناك دايفرجنس، تتذكروا ماذا قلت؟ قلت إذا كانت هناك دايفرجنس يجب انتظار تصحيح، لكن منطقيا كنت أريد تصحيحا بسيطا، لا أريد أن أرى تصحيحا كبيرا مثل هذا، لأنه هذا الموجة الدافعة ليس يعني بالمقارنة مع هذا التصحيح هو كبير بشيء ما، فبالتالي هذا غير طبيعي، لذلك هناك احتمال كبير أن يعود البيتكوين لكسر هذه المنطقة 20549، إلا إذا صعد وعاد اتس اوكي okay. يمكن البحث عن النزول هنا، لكن يجب الحذر لانه لازلنا في هذه القناه، سنكون في هذه القناه، فيجب الحذر. القناه تقول هناك نقص في الزخم، مما يعني انه ممكن يبدا ذلك التصحيح هنا، لذلك انا من رايي الانتظار، انتظار ان يعود البيتكوين لهذا النطاق، قد يكون هذا اختراقا كذبا كما قلت، يعود يكسر هذه القمه، وهنا اذا حصلت على نقص في زخم هذه الموجه، نقص في زخم هذه الموجه، تلاعب ثم نزول قوي ثم منطقة تمركز الأموال في أي منطقة وسط النطاق، هذا يقول لي نزول إلى أين؟ يقول لي نزول إلى كسر مستوى 17600 دولار ثم 16152، على أساس أنه هذا expanding flat، هذا expanding flat، إذا يجب الانتظار. طيب ماذا لو ويعني لاحظنا وجود صعود قوي؟ أنا لست مهتما بالصعود، لأنه أنا في جدار الآن، هذا جداري، لست مهتما بالصعود إلا عندما يكسر هذا الجدار أولا مستوى 22 ثم يعود 22 أفضل ثم يعود، عندما يعود أوكي سأقول أوكي، إذا الآن أصبحت هذه هي موجتي الدافعة وهذا هو تصحيحها، وسأبحث عن الصعود من هذه المنطقة إذا وجدت نقصا في الزخم، ثم نطاق ثم كسر ثم موجة دافعة تصحيح منطقة تمركز الأموال، منطقة تمركز الأموال، أوكي؟ إذا الآن كل ما علينا فعله هو انتظار لنرى ردة الفعل، نراقب ردة الفعل، ردة الفعل البيتكوين، إذا عاد البيتكوين من هنا وكسر، يعني ربما يكون هناك نزول، لكن يجب الحذر لأن هناك دايفرجنس، هناك دايفرجنس، أوكي؟ يعني نقص في الزخم، لكن الأفضل بالنسبة لي أنا وأتمنى أن يعود البيتكوين لكسر هذه القمة، ثم بعد ذلك أي موجة دافعة تصحيح هي لي، للنزول على أساس أنه يكون هذا expanding flat، expanding flat نموذج متوسع expanding flat. طيب اذا نظرنا على الفريم، انا انظر الان على الفريم 15 دقيقه، اذا نظرنا على الفريمات الكبرى يعني نفس الشيء، اذا كان هذا تصحيح، اذا كان هذا هو التصحيح فسيكون هناك نزول لكسر القاع، اذا كان هذا هو التصحيح فسيكون هناك نزول لكسر القاع، كذلك اذا كان هذا هو التصحيح expanding flat فهاتي موجه دافعه، نريد فقط أن نرى تصحيحا للنزول، وهذا ما ننتظر، تصحيح للنزول، تصحيح للنزول، تصحيح ملائم لهذه الموجة، إذا يا إما يعطيني expanding flat الآن هكذا ويكون هذا هو التصحيح الملائم، نبحث عن النزول، أوكي؟ أو يبدأ يصحح هنا الآن هكذا، وحينها نبحث عن النزول كذلك، أما إذا بدأ يصعد بقوة هذا يقول أن هذا ليس expanding، هناك تغيير في البنية، وأن حتى هذا التصحيح ليس تصحيحا، هذا فقط موجة واحدة، ربما إذا عاد وكسر القمة ثم رجع كما قلت سيكون رانين، نبحث عن الصعود لكسر هذه القمة ثم ربما هذه القمة، وبعد ذلك سنبحث عن النزول يعطيني تقفيل هذه الموجة حتى يصبح رانين كذلك مرة أخرى، وهذه هي الموجة الأولى، ونبحث عن موجة أخرى قبل البحث عن النزول، على أساس أنه يكون عندك تصحيح أكبر، لكن هذا بعيد شوي، بعيد شوي، قد يحصل سيناريوهات ممكن تحصل لكن بعيدة ومعقدة، خلينا في الأمر البسيط، الأمر البسيط هو أعطيني تصحيح للبحث عن النزول، إما تصحيح لوحده أو أعطيني مع هذا الإكسباندين، يكون إكسباندين للنزول. لماذا أتوقع إكسباندين أو أريد إكسباندين؟ لأنه في دايفرجنس بين القيعان،
في دايفرجنس، والدايفرجنس تقول لي نقص في الزخم، وكذلك لم نحصل على ذلك التلاعب، ذلك التلاعب للأعلى، تلاعب للأعلى، هذا تلاعب للبيع، نحن لا نريد تلاعبا للبيع، يعني تلاعبا للبائعين حتى يبيعوا وبعد ذلك يتم تفجير حساباتهم. هذه المنطقة التي يتم فيها تفجير الحسابات هي التي نريد أن نبحث فيها عن البيع، لم نحصل عليها هنا، كنت أتوقع أتمنى أن نحصل عليها هنا، لم نحصل، لا زال الوقت. هذا هو السوق، يعني يعطيك دائما يحاولون أن يغيروا لك تفكيرك، لكن الحمد لله نحن نثق في تحليلاتنا ولا نغير تفكيرنا إلا إذا تغيرت البنية. لا نغير تفكيرنا انطلاقا من أحاسيسنا، لا، نغير عندما تتغير لدينا بنية السوق إخوتي الكرام. إذا كان هذا تحليلي اليوم للبيتكوين، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه التحليلات. إذا كنتم تستفيدون فجروا لايك، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، انشروا هذه الفيديوهات، شاركوها مع أصدقائكم. لا تنسوا أن تذهبوا إلى الموقع biprowebtrader.com، biprowebtrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدرية الأساسية الشمالية اليابانية، فقط تضغط على إبدال مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. كان هذا هو تحليل البيتكوين، لا تنسوا أن العلم يعرف كثير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.